القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في إنجيل يوحنا، إحنا لسه في أول ثلاث آيات. فكركوا إنجيل يوحنا اتكتب عشان شهادة للاهوت المسيح، إعلان عن الحقيقة أن يسوع الذي من الناصرة هو المسيح المنتظر، وهو ابن الله الآتي لخلاص البشر. إنجيل يوحنا اتكتب نهاية القرن الأول، فبيضيف علينا ما لم يذكر في الأناجيل الأخرى، متى ومرقس ولوقا، وعشان كده في نوع من التميز الخاص بإنجيل يوحنا. زي ما قلنا قبل كده، يوحنا بيطلعنا للسماء أو بيكلمنا من السماء. فتلاحظوا أنه الجو العام في إنجيل يوحنا يميل للعمق وللاهوت وللروحانية مع بساطة عجيبة، كأنه سهل ممتنع، في بساطة جديدة يفهمها القارئ البسيط، وفي عمق في الكلام لو فتشت ورا كل آية. بدأ إنجيل يوحنا باللوغوس، حقيقة المسيح قبل تجسده، لأنه كان قضية هامة أن يعلن أن يسوع اللي الناس عرفته ده موجود قبل ما يبان في الجسد، هو ابن الله، هو لوغوس الله، كلمة الله، نور الآب، قوة الآب، وبعدين صار جسدا، يعني حل بيننا، لكن هو موجود من الأول. اللي خدناها كانوا آيتين أظن أو ثلاثة، في البدء كان الكلمة، يعني ربنا موجود منذ الأزل، الكلمة كان عند الله، ما كانش منفصل عن الآب أبدا، وكان الكلمة الله، يعني ليس أقل من الآب ولكنه من نفس جوهر الآب، مساوي للآب في الجوهر، إله حق من إله حق. هذا كان في البدء عند الله، يعني إيه؟ مش إضافة جديدة، مش مخلوق يأتي في الزمن، لا، هو من البداية موجود. عشان كده في تعبير سفر الرؤيا يقول أنا هو البداية والنهاية، أنا هو الألف والياء. البداية هنا يعني قبل كل شيء، كل شيء به كان، ده اللي خدناه المرة اللي فاتت، وبغيره لم يكن شيء مما كان. قلنا برضو أن المعنى هنا كل ما خلق في الكون كان بالابن. المسيح له المجد، هو الخالق أو الآب يخلق بابنه. ساعات نقولها في القداس الغريغوري شريكا مع الآب، هنا الشريك مش معناه إله آخر، لا حاش، هو إله حق من إله حق، فوحدة الألوهة، جوهر اللاهوت واحد، لكن الآب يخلق بالابن. زي ما أنت يعني كتبسيط للموضوع بتكتب كتاب، بتكتبه طالع من عقلك، فما تقدرش تقول عقلك غيرك، ما هو برضو إيه في الآخر أنت اللي طلعت الكتاب ده. هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان. كل شيء كمان تعوم بقى على الملائكة وعلى المنظور وعلى غير المنظور، وعلى اللي احنا شايفينه بقى واللي هنشوفه بكرة، على الأرواح وعلى الأجساد، وكل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. هنا التأكيد على فكرة أنه ما فيش مخلوق لم يخلق أو وجد بدون إرادة من الإبن. يبقى المسيح خالق الكل، وده تعبير في القداس الإغريقوري بنقوله، احنا بنكلم المسيح نفسه بنقوله خالق الكل، لأنه الآب خلق كل شيء بالإبن، كل شيء به كان، بغيره لم يكن شيء مما كان. وقلنا دي تطبيقها في حياتنا، أن كل حاجة بتحصل في حياتك بالمسيح، يعني ما فيش حاجة بره ربنا. النفس اللي بتاخده، الحركة اللي بتتحرك، فكرة اللي بتفكر فيها، وكل ده ربنا. ده ما بيلغيش إرادتك، لأن لو اتلغت إرادتك ما تبقاش صورة الله. يمكن الحيوانات ما لهمش إرادة زي الإنسان، إنسان حر أنه يعمل حاجة غير إرادة الله، لكن حتى ده بالمسيح، يعني إيه؟ الطاقة اللي عنده، الوجود اللي عنده، الحياة كلها به. عشان كده
لما بولس وعظ في أريوسباغوس لجماعة اليونانيين الفلاسفة كان عندهم شعر قديم فلسفة تقول به نحيا ونتحرك ونوجد، استخدمها بولس لأنها تمشي مع عقيدتنا، يعني بالكلمة بالمسيح نحيا، ليست هناك حياة من غير المسيح، فيش كائن موجود بدون إرادة من ربنا، والوجود نحيا ونوجد ونتحرك، يبقى كل شيء يرجع إلى ربنا. ومن هنا لو الإنسان مركز في الحتة دي يبقى كل نفس يبارك ربنا، كل حركة يبارك ربنا، كل خطوة في حياته يليق بها التسبيح. ليه؟ لأنه ملوش فضل بذاته، لم يوجد نفسه، لم يخلق نفسه، الإنسان مش مصدر حياته. عشان كل واحد بيتعجب الجماعة اللي بره دلوقتي لما يقول لك أنا هغير الجنس بتاعي، هو أنت اللي عملت روحك عشان تفكر تغير الجنس بتاعك؟ هو طب أنا هتخلص من حياتي، هو حياتك دي أساسا أنت اللي عملتها؟ إذا كانت بتاعتك تخلص منها، لكن هي مش بتاعتك لأنك أنت ما أوجدتش نفسك، ما اديتش نفسك الحياة. فهنا الإيمان بأن احنا مخلوقين موجودين بإرادة من الله، الحياة دي مصدرها ربنا، وبالتالي لازم نرجع لربنا ونسأل ربنا ونستأذن ربنا ونعيش زي ما ربنا عاوزنا نعيش، ده الصح. كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان، فيه كانت الحياة، يعني لم تكن هناك حياة بدون المسيح، الكون وجد بالمسيح. والحياة الحياة غير الكون، خلي بالكم في كون مادي، يعني ايه؟ ربنا قال ليكن نور، بعد ليكن شمس، ليكن ارض، ليكن، وبعد كده بقى في نباتات وحيوانات وبعدين بشر، مش كده؟ فيه كانت الحياة. اذا مهما اجتهد العلم النهارده، العلم النهارده بيفكر في فكره غير علميه وغير معقوله، انه الماده طلعت حياه. الحياه ما فيش عقل سليم يعتقد في كده، يعني انت ممكن تقول المكتب ده يطلع حيوان او يطلع حاجه تتحرك؟ ده مكتب، ده جامد، ما فيهوش عقل اساس، ما فيهوش قدره، ازاي حاجه ماديه ينتج عنها حياه؟ ده لغز لغاية دلوقتي، بس العلم من كتر من العلم الجديد يعني عاوز ينكر وجود ربنا، بيحاولوا يخترعوا أي نظرية أو أي فكرة تقول إن الكون أوجد الحياة ومثلها في خلية حية. خلية الحية دي طلعت معقدة جدا وتركيبها يعني عجيب، وأي كمبيوتر في الدنيا إمكانياته أقل من الخلية اللي إحنا ما بنشوفهاش بعينينا. طب إيه ده؟ ده يطلع صدفة ويطلع من ايه؟ شويه هواء خبطوا في شويه رمله مثلا زي ما بيحاولوا يقولوا، كلام ما يدخلش دماغ حد وما يمشيش مع اي منطق علمي. ومع هذا مجرد انه مش عاوزين يوصلوا لفكره في خالق، عاوزين يقولوا الحياه بدات بدون مصدر للحياه. لا، الانجيل بيقول غير كده، مصدر الحياه هو صاحب الحياه، او بتعبير عزة القديس بطرس رئيس الحياة، يبقى مصدر الحياة أو رئيس الحياة أو هو نفس الحياة المسيح ربنا، اللوغوس كلمة الله. عشان كده يقول فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. يعني إيه؟ إن ربنا خلق البشر وداهم الحياة، نفخ في أنفه نسمة حياة، فأصبح فيه حياة إنسانية أساسها الله هو اللي بدأها، وبالتالي من حقه ينهي الكون كله لو عاوز. فهنا بيقول فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. النور هنا يا أحبائي مقصود به المعرفة، وكلمة الحياة والنور دي كلمات هتتكرر معانا كتير قوي في إنجيل يوحنا، لأن ربنا يسوع هيعلن كذا مرة أنا هو الحياة، أنا هو القيامة والحياة، أنا هو الطريق والحق والحياة، الابن له حياة في ذاته. يبقى هنا الكلام عن الحياة كتير قوي. وبعدين هيقول أنا هو نور العالم، من يتبعني يمشي في النور، واللي يرفض الابن ليست له الحياة وليس له النور. فهنا الحياة كانت نور الناس، يعني ليست هناك معرفة حقيقية أو استنارة
إلا بمعرفة الخالق مصدر الحياة. وكأن الإنسان يبقى ميت طول ما هو بيعند مع أصله، بيقاوم فكرة المصدر. الناس عاوزة تقول إحنا ربنا، طيب بتعبير القديس بولس اظلم قلبهم الغبي، دي ضلمة، دي مش نور، ده قلب غبي بيصدق فكرة جاهلة غبية إنه الإنسان هو مصدر حياته. مصدر حياته إزاي؟ أنت أول ما اتولدت كنت بيبي قد كده، ما كنتش حد تقدرش تعيش يومين من غير ما حد يشيلك ويرضعك، تبقى أنت مصدر إزاي؟ كنت فين عشان تبقى مصدر حياتك؟ حتى كلام يعني ما يدخلش الدماغ. ومع هذا للأسف العالم كله عمال يمشي في اللغة دي عشان يبقى ضد المسيح، لأن الشيطان يحب الظلم، يحبش النور، فيعمل إيه؟ يعمي الأذهان. وده برضو تعبير كتابي، يقول عيسى هذا العالم قد أعمى أذهان غير المؤمنين. أعمى أذهانهم يعني إيه؟ عاوز دماغهم ضلمة. طب دول علماء وحكماء وأغنياء وفهماء، ضلمة مهما كانوا أذكياء، مهما كانوا معاهم شهادات، طالما رفضوا معرفة الله يبقى اختاروا الضلمة. وده اللي هيجي يقوله بعد شوية، أحب الناس الظلمة، أحب الناس الظلمة أكتر من النور. عارفين زي إيه؟ بعد واحد من القديسين قال ما هو ممكن تبقى الشمس طالعة، واحد مصر يغمض عينيه يقول لك الدنيا ظلمة، ماشي أنت حر، ما الدنيا هتفضل ظلمة لأنك مغمض عينيك. لهم عيون يبصرون بس هم مش عاوزين يبصرون، يبقى العيب مش في النور، العيب في الإرادة. الإنسان بيختار يتقبل النور، يتقبل الحياة من الله، يبدأ في حياة حقيقية وأبدية من خلال معرفة الله، ولا يرفض ربنا. عشان كده هتلاحظوا أن الإنجيل بالذات إنجيل يوحنا بيربط علاقة شديدة جدا بين الحياة والمعرفة اللي هي كلمة النور. أن اللي ما يعرفوش ربنا مش عايشين، مهما كانوا بقى بيضحكوا بياكلوا بيشربوا، في لغة الإنجيل دول لسه أموات مستنين يعيشوا. ومعرفة الله تبدأ الحياة، واستمرار الحياة مرتبط بالمعرفة. عشان كده يقول يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق، لأنه عاوز الكل أحياء. ويقول هذه الحياة الأبدية أن يعرفوك. يبقى المعرفة هنا مش مجرد أفكار، معلومات، نظريات، درس، لا، معرفة معناها علاقة بتوصل بين الإنسان وخالقه. أول ما بيرجع يتكلم مع ربنا ويتواصل مع ربنا النور بينور. لما المسيح جه لشاول الطرسوسي في رؤيا يقول أبرق حوله نور عظيم، عاوز يقول له أنت في ظلمة ومصر على الظلمة وبتعند، والنور الحقيقي ده ظهر عشان يفوقه. ساعتها تعامى عشان يفهم ان اللي فات ده كان كله ظلمه. فيقول فيه كانت الحياه والحياه كانت نور الناس. عشان كده ربنا يسوع له المجد بيقول لنا احنا كناس فينا النور وفينا الحياه، ليه سايبين العالم ميت؟ اذهبوا واكرزوا، انتوا نور العالم. ليه؟ لحواليكم ميتين، لحواليكم ظلمة، ما تروحوا تنوروا. فليضئ نوركم، ليه؟ لأن احنا عرفنا ربنا، دخلنا في علاقة مع ربنا، بقينا أحياء بربنا، وبالتالي نور ربنا واخدين حتة منه كده عشان نشع نور ربنا للعالم. يبقى ضروري كل واحد فينا يشيل النور وينور بالدنيا، دي مسؤوليتنا تجاه العالم اللي حوالينا. لكن مش الكل هيقبل، ده طبيعي، لأنه زي ما بنقول الناس بتحب الظلم. فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة. يعني الظلمة ولا النور يكسب؟ لا، النور يكسب. في الزمن ده بالذات في ساعات الواحد ينزعج من كمية الشر، من كمية الكذب والضلال اللي في العالم. صوت الشر زاد قوي في العالم، كمية إباحية وشر وقتل وفساد وقوانين غريبة بتطلع وعدوانية وأنانية. إيه ده، العالم رايح فين؟ شر كتير قوي، الظلمة زيادة قوي.
طب مين يكسب؟ لا لا، لازم في الآخر النور يكسب، لازم في يوم قيامة، لأنه لما الأشرار علقوا المسيح على الصليب انتصر الشر في لحظة. وعشان كده تلاحظوا أن الشمس ظلمت ساعتها، عشان تقول اللي بيحصل ده قمة الظلمة، إزاي الأشرار ينتصروا على، إزاي الحق يعني يتغطى عليه كده، يبقى المسيح خالق الكون من أجل محبته يتهان كده ويموت كده. وبعدين لا، طلع نور القيامة يوم الحد. ليه؟ الظلمة، الظلمة ما تقدرش تطول، الشر دايما له نهاية، لكن النور دايما يستمر لأنه مرتبط بربنا. ودي تطبيقها أحبائي في حياتنا، لو لقيت في مرحلة أن في ظلمة، في ظلم، في لخبطة كتير، فكر دايما أنه النور يضيء في الظلم، والظلمة لا تدركه، لا تدركه بمعنى لا تفهمه أو لا تغلبه. يعني اللي مختار يعيش في الظلمة مش هيجي للنور لأنه رفض. يعني واحد زي فرعون مصر وقت موسى بيشوف معجزات وبيشوف إثباتات واضحة صريحة جدا بتقول أن ربنا بتاع موسى معه مظبوط، لكن مش عاوز يصدق. ليه؟ لأنه الظلمة لا تدرك النور، هو مصر يعيش في ظلمة مش عاوز يقبل النور. يبقى هنا إدراك النور يرتبط بإرادة الإنسان. وكمان كون الظلمة تغلب، لا، الظلمة ما تغلبش، تغلب مؤقتا. يعني انتصار الشر ده مؤقت، عشان كده الكتاب يقول لا يغلبنك الشر، اغلب ايه؟ الشر بالخير. الخير يكسب في الآخر، النور يكسب، الحق يكسب، دايما ربنا هو اللي هيكسب في الآخر. في نهاية العالم هنشوف دينونة الأشرار، كلنا هنحضر اليوم، يوم القيامة هنكون كل اللي كانوا في الظلمة وكانوا ضد ربنا وحبوا الظلمة وبشروا بالظلام، كلهم رايحين في نهاية وحشة. ونشوف كل الناس اللي دورت على ربنا، استقبلت نور ربنا، حبت ربنا، عاشت بربنا ومع ربنا، رايحين في نهاية سعيدة. يبقى في الآخر النور دايما هيكسب. فيقول فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدرك. تلاحظوا أن كنيستنا اختارت النص ده تحطه كل يوم الصبح مع النور بتاع الصبح. طبعا هنا النور مقصود به ربنا، مش مقصود به الشمس ولا نور الفجر، لكن هي بتربط لأنه كانوا زمان ما فيش كهرباء، فيصحوا مع النور مع الفجر، فأول ما يشوفوا النور يمجدوا النور الحقيقي، عشان كده هيستخدم كلمة النور الحقيقي بعد كده. ونصلي في باكر نقول أيها النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آتي للعالم، دي كلمات يوحنا في يوحنا 1. فكنيستنا اختارت الفصل العميق ده عشان تقول لنا حاسبوا من الظلمة اللي في العالم، تمسكوا بالنور الحقيقي، لأن الشمس دي بتغرب لكن النور الحقيقي ما بيغربش، معرفة الله لا تنتهي. فخلي يومك في علاقة مع ربنا، خليك عايش بربنا، نفسك ده مرتبط بيه، مخك ده مشغول بيه، فتبقى فيه كانت الحياة، تبقى أنت عايش فيه وهو عايش فيك، مسيح فيه وأنا فيه. ولو بعدت عنه أنت اخترت الظلمة، اخترت الموت، اخترت الجهل، اخترت الشيطان. فيبقى من البداية الكنيسة بتقول حاسبه من الظلم، خلي يومك منور، خليك أنت النهاردة نور من نور ربنا. كل شيء به كان، بغيره لم يكن شيء مما كان، فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. كان إنسان مرسل من الله. هنا يوحنا الحبيب، يوحنا الإنجيلي اللي بيكتب، وفكركوا تاني تخيلوا بيكتب مثلا 600، وبيسترجع علاقته مع المسيح من البداية. يوحنا الإنجيلي الكاتب تعرف على المسيح من خلال مين؟ يوحنا المعمدان، لأن ده كان تلميذ ليوحنا المعمدان. يوحنا الكاتب، يوحنا الحبيب، كان تلميذ يوحنا المعمدان، لأن يوحنا كان له تلاميذ، وكانت معروفة لما جم سألوا المسيح مرة، تلاميذ يوحنا بيصوموا وتلاميذ الفريسين بيصوموا، تلاميذك مش بيصوموا ليه؟ إذن يوحنا كان معروف أن له تلاميذ.
كان من ضمنهم زي ما هنشوف في الإصحاح يوحنا الحبيب. في يوحنا عاوز يقول لنا أول شهادة لهذا النور الحقيقي، وشهادة تعتبر جدا وتحترم جدا. ليه؟ لأنها جت من أعظم إنسان في تاريخ البشرية على اعتبار المسيح، وربنا له كل المجد. فيبقى مين أعظم مواليد النساء؟ يوحنا المعمدان. لأنه الإنجيل يوحنا لما حكينا المرة اللي فاتت قلنا ده إنجيل الشهادة. يعني إيه؟ استخدم كلمة مثلا يشهد حوالي 33 مرة في الإنجيل، وكلمة شهادة حوالي 14 مرة بس. إذن القضية كلها شهادة، هذه قد كتبت للشهادة للمسيح. فيبدأ بأول شخص علمهم مين النور، فيحكي لنا عن يوحنا المعمدان. فيوحنا المعمدان له مكانة مهمة قوي في التاريخ. ليه؟ لأنه آخر أنبياء العهد القديم، الملقب بالملاك، الملقب بالذي يتقدم الطريق أمام الله، ملقب بإيليا الجديد، كل دي ألقاب ليوحنا المعمدان. والمسيح له المجد هيديله ألقاب خاصة به. فيقول هذا كان السراج المنير. وهنا حتى ظن كيرولوس الكبير وذهبي الفهم قالوا قال السراج، لأن السراج النور بيتحط فيه لكن هو نفسه مش النور. عشان كده حين الوقت يقول إيه؟ لم يكن هو النور. طب هو زي منور؟ لا، هو منور بنور المسيح، فهو مش نور في ذاته. يعني يوحنا المعمدان مع عظمته وجماله وتأثيره على جيله وكونه خد لقب أعظم مواليد النساء أو أعظم من نبي، لم يكن هو النور. النور الحقيقي المسيح، لكن لأنه نقي فشايل النور فمقدمه حلو للعالم. وده تعبير هيقابلنا في الإنجيل، يقول لك يضيء لنا السراج بلمعانه. كانوا زمان لما تكون اللمبة بتاعت زمان دي ينظفوها كويس عشان لما تبقى نظيفة النور اللي جواها يطلع واضح، لكن لو مليانة تراب ولا مليانة حاجات مهبهبة كده تلاقي النور مش باين. وده الحال بتاعنا، احنا كده لمؤاخذة مهبهبين كده وحاجات، فتلاقي النور اللي جوانا مش باين. لكن لأن يوحنا المعمدان نقي فعلا فتلاقي نور النعمة، نور المسيح اللي جوا باين قوي، فتأثيره قوي جدا مشع. فالمسيح قال ده كان سراج منير، وأنتم أردتم أن تستنيروا بضيائه ساعة. أنتوا بس إيه؟ انبسطتوا معاه ساعة وبعدين خلصتوا منه. ليه؟ عشان مش حابين النور، عاوزين تضلموها، فموتوا يوحنا المعمدان. كقاعدة بقى كل الأنبياء والرسل هكذا كانوا يفعلون بالأنبياء، كل واحد من الأنبياء والرسل يشيل نور المعرفة لجيله، يبقى إيه؟ بزع الضلمة يخلصوا منه لأنه مش عاوزين النور. لكن هنا القديس يوحنا هيقول أول واحد شهد لنا وعرفنا كان يوحنا، فبيقول كان إنسان مرسل من الله. إذن كل شخص يحمل نور معرفة النور، بصوا التعبير، نور معرفة النور، عشان كده يقول بنورك يا رب نعاين النور. يعني أنت كخادم بتشيل معرفة المسيح لآخر، يبقى أنت كمان بقيت نور للعالم، لكن مش أنت النور الحقيقي، أنت مجرد إنسان، إنسان محدود، بس عامل دور حلو لأنك شايل المعرفة بتوصلها للي بعديك وللي حواليك. فمن هنا تبقى مرسل من الله. يبقى حكاية مرسل دي تنطبق علينا كلنا كمان، عشان كده المسيح يوحنا 17 يقول كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم، اذهبوا نوروا العالم. ليه؟ لأنه أنتوا بشر عاديين، فينا الغلط وفينا الضعف، لكن بقينا شايلين النور، فبدال شايل النور توصله. كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا. طبعا يوحنا متسمي على يوحنا غالبا، وده كان اسم جديد شوية بجيله، لأنه لما فاكرين في حكاية إليصابات وزكريا لما اختاروا كلمة يوحنا اللي حواليهم ما كانوش مرتاحين، وكانوا عاوزينه يسموه زكريا ابن زكريا، يعني تيمنا ان زكريا ده كان رجل محبوب قوي، لكن الاثنين زكريا وإليصابات اصروا لازم يوحنا زي ما الملاك قال. فيوحنا معناه حنان الله، فالاثنين جايين يقولوا ايه؟
حنية ربنا هتبان قوي، هتبان في ايه؟ انه جاي بنفسه. يبقى التجسد دخول النور الحقيقي العالم، شراق المسيح على العالم، الفداء اللي جاي يقدمه للبشرية، فتحة السماء لكل البشر الخطاة اللي زينا. طب ما ده ايه؟ ده حنان من ربنا. فأصبح كلمة يوحنا تتقال كتير، فبقى يوحنا المعمدان جاي ورا منه يوحنا الحبيب، وكلهم بيشاوروا على قد ايه ربنا حنين فجل العالم ينقذه. كان انسان مرسل من الله اسمه يوحنا، هذا جاء للشهاده. ادي كلمه الشهاده اللي هتبتدي بقى ايه تلازمنا في كل الاصحاحات. جاء للشهاده، والشهاده هي كلمه مسيحيه اساسيه يقصد بها من هو المسيح. هذا جاء للشهاده ليشهد للنور. يبقى ده المسيح له المجد، هو النور الحقيقي، هيقولها دلوقتي ويفضل يعيد ويزيد فيها طول الانجيل. يبقى يوحنا جه عشان ايه؟ ما جاش عشان يعمل معجزات. وتستغربوا ان الذي لقب باعظم من نبي واعظم مواليد النساء وخد لقب ملاك لم يصنع معجزه واحده. قيل عنه ان يوحنا المعمدان ما عملش ولا معجزه. إذن الشهادة للمسيح قد لا تحتاج إلى معجزات. في ناس بتعتقد أن الكرازة أو الشهادة لازم معجزة، لا. شهادة للمسيح مقصود بها الإخلاص في التعبير عن الحقيقة. فيوحنا جه عشان يشاور على المسيح بس، وبسبب إخلاصه الشديد لرسالته وصل إلى هذا اللقب العظيم، يعني كسراج، كعظيم وسط الأنبياء، كعظيم من المولودين من النساء. جاء للشهادة ليشهد للنور. طبعا الكلمة دي صحيح تختص بيوحنا المعمدان، بس ايه رأيكم؟ مش مفروض يبقى الجملة دي علينا كلنا؟ انت جيت للدنيا تاكل وتشرب وتنام وتجيب عيال وتموت، لا، مش انت شلت النور دلوقتي؟ الروح القدس فيك، عرفت ربنا، يبقى المفروض بعد ما العمر يخلص يتقال علينا ايه؟ هذا جاء للشهادة ليشهد للنور. تبقى كده سيرتنا كلها أجمل ما فيها التعبير ده. وصين ليوحنا المعمدان كمثل أعلى، نقول له علمنا كيف شهد. ويوحنا المعمدان قعد 30 سنة ما بيخدمش، ومع كده كان شايل نور المسيح جواه، لأن فيه كانت الحياة، مرتبط بالمسيح. ولما خدم، خدم فترة بسيطة كانت كافية أنها تشع نور. إذن حتى الموضوع مش مرتبط بالعمر ولا بالسن ولا بالمواهب، لأنه ما كانش بيعمل معجزات. وحتى الوعظ بتاعه وعظ يميل للشدة. لما نسمع يوحنا في كلامه هنلاقيه كلامه صارم أو حاسم توفرد، بس لأنه نقي القلب ومحب للمسيح جدا ومخلص جدا في رسالته وملوش أي مجد في ذاته، وبيقول على نفسه أنا مستاهلش أفك سيور حذائه، أنا عبده، أنا خدامه. الروح الجميلة دي مع كل العظمة، لأنه هو يعني أول من شهد، هيجي في الإصحاح يقول هذا هو حمل الله، هذا هو ابن الله، ودي شهادة شخص مشهود له، فلازم تؤخذ شهادته في الاعتبار. هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. هنا الكل يقصد به كل من سمع يوحنا المفروض كان يصدقه، اللي منهم يوحنا الحبيب نفسه. لما يوحنا الحبيب سمع أبو الروحي بيقول هو ذا حمل الله، ساب يوحنا المعمدان ومش ورا المسيح. فالمسيح يقول له عاوز ايه؟ قال له عاوزك انت. قال له خلاص. يبقى هنا يؤمن الكل بواسطته، الغرض الكل، لكن النتيجة مش الكل. حاولوا تفهموا المعنى ده، لأن دي تنطبق على كل الكلام بعد كده. الله يريد الكل، النتيجة النهائية إيه؟ ليس الجميع يخلصون. ليه؟ لأنه إرادة الإنسان بتدخل هنا، بتلعب دور. إن كان على ربنا يريد أن الجميع يعرفونه، معرفة الحق تعم الكل، ويوحنا جاي يشهد للكل. طب الكتب والفريسين اللي في زمن يوحنا ما هم من الكل، بس ما صدقوش. والمسيح قال لهم كده، قال لهم يوحنا جه وقال لكم الحق وانتم ما عجبكوش الكلام،
وعشان كده قال لهم في مرة زنقهم، هو يوحنا المعمدان جاي من ربنا ولا جاي من الناس؟ عشان يقول لهم إذا كان جاي من ربنا وانتوا ضميركم بيقول ان الراجل ده بالذات لا يمكن يكون جاي من نفسه، ما مشيتوش وراء ليه؟ لانه بيشهد للمسيح. فسكتوا، خافوا من الإجابة. لو قالوا يوحنا المعمدان جاي من الناس، الناس تاكلهم، لان الناس في الزمن ده كان بالنسبة لهم يوحنا المعمدان ده هم متأكدين انه النبي واعظم من النبي، الحس الشعبي كله كان كده. فالكتبة والفريسيين وبتوع الهيكل كانوا في مأزق، محرجين. ليه؟ لأن هم الوحيدين اللي تحدوا النور، لكن الشعب البسيط طلع يوحنا، والشعب البسيط بعد شوية ساب يوحنا المعمدان وراح ورا المسيح. هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. إذن أنت وجودك في حياتك، في وسط جيرانك، في شغلك، أنت منور، أنت منور زي أي لمبة كده، مش بتختار تنور لمين. أي نور في أي مكان يا جماعة بيعدي جنبه الأشرار والأبرار، الحرامية والناس الكويسين، لكن في واحد مستفيد من النور وفي واحد متضايق من النور. لكن أنت من ناحيتك تبقى إيه؟ دايما شبه النور، دايما شايل نور، ثيوفوروس، حامل لله، حامل للحقيقة. أنت بتشهد للنور لكن ليس الجميع يقبلونه. عشان كده بولس الرسول في رومية 10 وهو بيشرح قيمة الكرازة وأهميتها بيقول كيف يخلصون. في الأول بيقول كل من يدعو باسم الرب يخلص، فقال كيف يدعون بمن لم يؤمنوا به، وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارز، وكيف يكرزون إن لم يرسلوا. يعني كل حاجة لها لزوم للي بعدها. لو قلت أن الناس لازم تقول يا رب يسوع تعرف الحقيقة، دي بداية الخلاص. طب ده يستدعي إيه؟ الناس تعرف المسيح عشان تنادي عليه. طب يعرفوا إزاي؟ لازم حد يقول لهم، يكلمهم. طب مين اللي هيكلمهم؟ حد المسيح يبعته. فقال ما أجمل أقدام المبشرين، يا بخت الناس اللي مشغولة توصل النور للي بعدها. وبعدين ساعتها يقول طيب هل ممكن يكون الناس ما بيوصل لهاش الكلام؟ فيقول بلى، لأن الكتاب بيقول إلى أقصى المسكونة بلغت أقواله وإلى كل الأمم وصل كلامهم. لكن أشعياء يقول يا رب من صدق خبرنا. إذن الإيمان ليس للجميع، بمعنى الخبر للكل لكن الإيمان مش هيبقى للكل، لأن في ناس بترفض الإيمان. يبقى واضح في بعد بشري، في إرادة هنا. هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، رغم عشق يوحنا الحبيب لأبو الروح الأولاني يوحنا المعمدان، بيقولها بشكل صريح ما كانش هو النور. يبقى ازاي المسيح يقول على يوحنا المعمدان كان سراجا، ويوحنا الحبيب يقول على يوحنا المعمدان لم يكن هو النور؟ عاوز يميز النور الحقيقي مسيح وحده. مسيح وحده هو كلمة الله ونور الآب، لكن من يحمل النور هذا السراج، لكن هو مش نور في ذاته. واضح الفرق؟ فبيأكد لم يكن هو النور بل ليشهد للنور. عشان كده لو الناس حبتك في ذاتك وارتبطت بك انت تبقى مشكلة، تبقى بتسرق نور المسيح، تسرق المجد. مفروض الناس ترتبط بالنور مش بيك. انت بتشاور على المسيح مش بتشاور على نفسك. عشان كده المسيح قال انا جئت اعطي المجد للآب، ومجدا من الناس لست اقبل. ان اتى احد يطلب مجد نفسه بيعجبكم. فاهمين؟ يعني في التاريخ في ناس بتيجي عاوزة تلم الناس لنفسها. دول اللي سماهم المسيح ايه؟ سراق ولصوص. فاهمين؟ لما الناس ترتبط بشخص وتحط فيه كل املها، لمؤاخذة الشخص ده حرامي لانه سرق مجد ربنا. الحياة مش فيك انت عشان الناس تتعلق بيك انت، النور مش فيك انت عشان الناس ترتبط بيك انت. عشان كده نستغرب في يوحنا 10 هيقول كل اللي جم قبلي هم سراق ولصوص. في ناس تقول لك ايه ده، بيغلط في الأنبياء؟ لا طبعا،
الأنبياء كانوا شايلين النور، كانوا أمناء، لكن كل اللي اشتغل لحساب نفسه، كل اللي كوش على الناس وخدهم لمجده، كل اللي عمل نفسه رئيس وعاوز الناس، هو كأنه بيخلص الناس، لا ده كذاب، ده حرام. ليه؟ الخلاص في المسيح وحده. فهنا كان يقصد المسحاء الكذبة والأنبياء الكذبة اللي كانوا بيطلبوا مجد نفسه، اللي عاوزين الناس ترتبط بيهم هم. طب ما انت هتموت، ارتبطوا بيك هتوديهم فين؟ على الموت برضو؟ طب ما آدم بالأولى، مش كلنا عياله؟ خدنا على الموت. احنا مش عاوزين آدم جديد، احنا عاوزين اللي خلق آدم، عاوزين النور الحقيقي. وكلمة الحقيقي دي بقى هتلازمنا طول الإنجيل. ليه؟ عشان دايما قدام الحقيقي في المزيف. تسمع كلمة النور الحقيقي، تسمع كلمة الكرمة الحقيقية، تسمع كل شوية حط كلمة الحقيقي. دي من الكلمات المحبوبة قوي في إنجيل يوحنا، الحق والحقيقي. ليه؟ لأن هو بيقول دايما الشيطان بيطلع الفورمة المزيفة لكل حاجة، يطلع مسيح كاذب، يطلع النبي كاذب، يطلع حقيقة هي مش حقيقة، هي كذبة بس يقول إنها حقيقة. زي اللي طالعين يقولوا الإنسان أصله حيوان، لا كذبة، كذبة مش حقيقة. لو كان أصله حيوان طب ليه عنده أخلاق مثلا؟ طب ليه ما لما يجوع ما يأكلش الإدراع اللي جنبه؟ مش فاهم. طب في حاجة أكيد مش طبيعية، زي الناس بتصدق الكلام ده. في فرق بين الحقيقي والكذب. كان لم يكن هو النور بل يشهد للنور، كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. استخدام كلمة كل هتتكرر، دي تعني الغرض الإلهي. هل ربنا قاصد نوع معين من البشر؟ لا، ربنا عاوز الكل، مات من أجل الكل، أتى من أجل الكل، بينور على الكل، بيعتني بالكل، بيحب الكل. طيب إذن النتيجة النهائية، هل الكل يخلص؟ لا، لأن البشر لهم إرادة، فبيحبوا الظلمة أكتر من النور. يبقى المسيح حزين لأنه في ناس كتيرة بترفض، يفضل يحايله ويحاول معاهم، لكن هيفضل عند موقفه. ربنا له المجد، محب العشرين والخطاة، محب البشر بشكله مطلق، بينور على الكل، يشرق شمسه على أبرار وأشرار. الشمس ما بتطلعش الصبح تقول مين المؤدبين اللي يعرفوا ربنا، الباقيين دول ما يستهلوش، لا، تطلع الشمس على ناس رايحة تسرق وتنهب وتقتل. ليه؟ محب البشر لكل. طيب بس النور الحقيقي، هم شايفين الشمس مش شايفين النور الحقيقي، فلو ما تابوش هيكملوا في سكة الظلمة اللي اختاروها. كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. أنا عمال أقول لكم بس إيه التعبيرات الأساسية اللي هتمشي معانا طول السنة في يوحنا. النور، الحياة، الكلمة، الحقيقة، آتيا، الشهادة. كلمات دي هي، عارفين لما تيجي تكتب موضوع تعبير زمان يقول لك مستخدما الكلمات دي، كأنه في كلمات شغلة يوحنا الحبيب والروح القدس بيستخدمه عشان الهدف. ايه الهدف؟ ان يعلن ان المسيح هو الله المتجسد، ان دي الحقيقة، ان هي دي الحياة، ان ده النور او المعرفة، ان من غير كده في هلاك وموت. فهو هتلاقوا الكلمات دي بتستخدم بكثرة. يقول كان آتيا الى العالم. آتيا دي بقى احنا بالنسبة لنا كلمة عادية. اي يهودي متدين بالنسبة له كلمة آتيا دي معناها المسيح، لأن الأنبياء بذات الأخارة الجزء الأخير من القرن، مش من القرن يعني، من 300 ل 800 قبل المسيح مثلا، بقى الأنبياء بيجوا يقولوا دايما حاجة مهمة قوي، ربنا جاي، ابن الله يأتي. من هنا جاي لقب الآتي. فلقب الآتي لا ينطبق على الأنبياء، ما جاء أنبياء كتير. لقب الآتي لقب خاص بالمسيح، وعشان كده في نفس الإصحاح هيروحوا يسألوا يوحنا أنت هو الآتي؟ يقول لهم لا،
ما انت جيت اهو، ما انت نبي كويس وبتقول كلام حلو، بس مش انا الاتي. الاتي حسب النبوءات ده كلمة الله، ده ابن الله. قال ده يأتي بعدي اللي قبلي، اللي أنا ما استاهلش أنحني وأحل سيور حذائه. فهنا بيقول كان النور الحقيقي الذي ينير، يعني اللي بدأ حياة البشر كلها كمصدر للحياة، اللي خلق الإنسان، اللي بيدي معرفة الله لمن يريد المعرفة، هو كان بذاته آتيا. لفكرة التجسد بقى، هيدخل عالمنا متجسدا، هيقول بعدها الكلمة صار جسدا وحل بيننا. يبقى النور يعني معرفة الله اللي لسه الناس مش راضية بيها ومش عاوزة تستقبلها قبل المسيح متجسد، كان آتيا إلى العالم، بمعنى أنه هيجي بنفسه عشان الناس تشوف. طب ده معنى إيه؟ أن النور موجود من الأول، لكن دخل للعالم متجسدا كإنسان حقيقي عشان النور يبقى قرب قوي من الناس، ما يبقاش الناس عندها عذر. يعني يجوز قبل التجسد يقولوا هو احنا ينفع نشوف ربنا؟ نقول لهم شوفوا في الطبيعة، شوفوا في الخليقة الجميلة، شوفوا في البشر اللي عندهم حب وعندهم ابتكار وإبداع وعقله. يقولوا بس مش مميزينه قوي. يوم ربنا يقول ليه طب أنا هاجي، عشان لما نقول عاوزين نشوف ربنا أهو، من رآني قد رأى الآب، يبقى رأينا الله لما تجسد النور الحقيقي، لأن بقينا بنشوفه غير المنظور نظروه، لأن الله الذي كان غير منظور صار منظورا بالتجسد. مين؟ يسوع المسيح، هو الله المتجسد، فأصبحنا بنشوف. كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. آتيا ممكن تتفهم كأنه ما كانش موجود قبل كده، فيرجع كل شوية يأكد على لاهوته، يأكد على أزليته، يأكد على وجوده المسبق يعني قبل ظهوره. يبقى هو موجود قبل ما كنا نشوفه في العهد الجديد. فيقول كان في العالم، يعني ما حدش يفتكر انه لما شفناه ابتدى وجوده. لا، ابتدى وجوده ازاي؟ هو موجود من الاول. كان في العالم يعني الكون ده او الوجود، المسيح موجود منذ الازل. كان في العالم شبه في كلمة في البدء كان الكلمة، يعني دايما كان موجود، لكن العالم لم يعرفه والعالم كون به. يبقى دول ثلاث معاني مهمة أوي. هل المسيح مخلوق زي بقية العالم؟ لا، هو خالق، هو اللي أوجد العالم. طيب هل العالم عرفه؟ أغلب العالم ما عرفوش، لأن أغلب العالم قبل التجسد كان وثني، كان ضد معرفة الله، كان عمل تماثيل وحيوانات آلهة، عبدوا نفسهم البشر. إذن العالم لم يعرفه رغم أنه هو إيه؟ هو اللي عمل العالم. يبقى بيأكد على وجوده الأزلي، وبيأكد أنه هو الخالق، وبيأكد أن رغم كده العالم ما عرفوش. شرحها القديس بولس بالتفصيل في روميا واحد، وهو بيقول قد كده العالم تشوه بالشر. فبيقول أن الناس ملهاش عذر على فكر من قبل التجسد، لأن أمور الله غير المنظورة، كانت ترى منذ خلق العالم. يعني إيه؟ يعني من ساعة ما في كون وفي طبيعة وفي جمال، ما أسهل الإنسان يقول مين عمل ده كله. يبقى كانت الأمور واضحة، ترى منذ خلق العالم، مدركة بالمخلوقات بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته، حتى أنهم بلا عذر. إذن حتى في العهد القديم لما عبدوا أصنام أو عبدوا حيوانات، هل ليهم عذر؟ لا، ما لهمش عذر. ليه؟ لأنه العمل ده كله بديهي، هو مش جوه الكون بديهي، مش هو المية ولا الشجرة ولا الشمس ولا العصفورة ولا التمساح ولا البني آدم. اللي عمل ده كله هو قبل ده كله، هو خارج ده كله، هو مش مخلوق. فبيقول هم ما لهمش عذر، لأنه أسرار الله كانت تدرك بمصنوعاته. تشبيه بسيط، لما تشوف أيقونة جميلة أو لوحة جميلة، عمرك ما بتفكر أنها رسمت روحها، أو أي حاجة جوه اللوحة
هي اللي رسمتها. تخيلوا لوحة جميلة فيها شجرة وفيها بحر وفيها مركب وفيها بني أدمين، ينفع تقول واحد من جوه اللوحة رسمها؟ وانت على طول مخك بيقول في فنان أنا يمكن ما عرفوش بس هو اللي عمل كده. يبقى إذا كانت اللوحة جميلة، طب ماذا عن لوحة هذا الكون الممتعة الجميلة قوي؟ يبقى طبيعي هو كان في العالم، كون العالم به ولم يعرفه العالم. لم يعرفه ليه؟ بسبب رفض العالم للحقيقة، اظلم قلبهم الغبي، استحسنوا أن يلغوا الله من حياتهم. يعني إيه؟ رافضين المعرفة. فربنا سابهم بقى إيه؟ يهينوا إنسانيتهم ويدخلوا في استباحة ولخبطة. ليه؟ بسبب الغباء. ما هو اللي بيمشي في سكة شر، الشر ما بيقفش، الشيطان بيستلمه بقى بإيه؟ بيبهدله خالص، وهو اللي اختار. يقول كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا للعالم، كان في العالم، كون العالم به، لم يعرفه العالم، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. هنا قد تفهم على مستويين، تفهم على مستوى اليهود بالذات، لأنه المسيح له كل المجد، ولد كيهوديا في بيت لحم من سبط يهوذا حسب النبوءات. فاليهود قالوا ده بتاعنا، أو كانوا فاكرين أنه ده بتاعهم، أو تفسير الناس بتوعهم أنه المسيح جاي يخلصهم فجالهم، بس وطلع أنه هو ما جاش ليهم بس، بس هم كانوا فاكرين كده المسيح ده ملكهم. لكن هم رفضوه، إلى خاصته جاء خاصته لم تقبله. إذن هو ما جاش للخاصة بمعنى لليهود فقط، هم كانوا فاكرين كده، وهم أول ناس رفضوه، وهم سبب صليبه. اليهود هم سبب المؤامرة أكتر من الرومان، الاثنين اشتركوا في مؤامرة الصليب. لكن مين اللي سلم المسيح كمتهم لبيلاطس؟ اليهود. فإلى خاصته جاء خاصته لم تقبله. طب وبعدين القصة باظت كده؟ الخطة بتاعت الخلاص انتهت؟ لا، الذين قبلوه. يبقى رغم رفض اليهود للعالم كله محتاجه. فربنا يسوع لم يتراجع عن خطة خلاص البشرية بسبب رفض خاصته، وإن كان ده شيء مؤلم جدا. إن المفروض عندهم أنبياء وعارفين الناموس ومستعدين لمجيء المسيح كانوا بالأولى أول ناس يقبلوا، مش كده؟ لكن هم رفضوه بسبب عندهم وكبريائهم، وكان ده سماح من الله عشان كل اللي يقبلوه بعد كده العالم كله يتمتع بالمسيح. خاصته أحيانا تعني أنه إلى البشرية كلها، والبشرية كلها ما قبلتوش لأنه صار ابن البشر. فخاصته يعني إيه؟ من البداية آدم وحواء دول خاصته، هو خلقهم خلقة مميزة عن بقية الخلائق، فدول الخاص. فقالهم هم، هل المسيح جه عشان عالم الحيوانات والأشجار؟ لا، وجيل الإنسان من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا إلى خاصته. قال نحن كبشر لأنه اعتبرنا خاصة، لأنه خلقنا على صورته ومثاله، وإحنا كبشر رفضنا ولم يتراجع وكمل مأمورية الخلاص. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. ما تقلقوش، بعد شوية هنجري شوية. نعرف في ناس بتقول إحنا لو كل مرة 3-4 آيات كده مش هنلحق نخلص قبل ما نمشي يعني. لا، هنمشي بعد شوية أكتر يعني. أظن أنتوا حافظين النص كله مش كده؟ لكن نقول إيه؟ كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. قولوا معايا، كان النور الحقيقي الذي ينير لكل إنسان آتيا إلى العالم. تفضلوا نصلي. اللهم اجعلنا مستحقين، نقول بالشكر، أبانا الذي في السماوات، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لك الملك والقوة والمجد. محبة الله الآب، نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب.